Last time we discussed the borohydrides, the اسمهم borans. We need to know the formula of each kind. طبعا احنا نركز بس على الثلاثة هذولا, كلوزو والنيدو والارتشينو. أهم شيء نتذكر الفورم تاعتهم ونتذكر الكلوزو, والكلوزو هو الأساس. إذا كان عندي ستة بيكون الشكل أوكتاهيدرون, يعني فعليا الشكل بيعتمد على الأشكال اللي كنا نعرفها زمان لما كان عندي مركب ويكون في عنده ست روابط أو خمس روابط أو أربعة إلى آخره. فهذا اللي هو الكلوزو, ستة أوكتاهيدرال, خمسة تريجونال بايبيراميدال, أربعة تتراهيدرال, ثلاثة بيكون مثلث تريانجل, like this. هلا when we go to needle, needle هو زي الكلوزو بس طبعا بيكون أقل منه one bar. فإذا كان عندي الكلوزو ستة والنيدو خمسة, معناته هذا الخمسة جاي من الست, فبنشيل واحدة من تاعات الأوكتاهيدرال. اوكي الكلوزو بصير نيدو وبيكون أقل منه بواحد, وإذا شلنا منه اثنين بصير أرتشي. شفنا مثال من ستة لخمسة لأربعة بتحول من أوكتاهيدرال لسكوير بيراميدال لسيسو. هلا إذا كان أصلاً هو خمسة الكلوزو لما يكون تريجونال باي بيراميدال, لما يروح للنيدو بده يقل واحد بصير كمان سيسو. اوكي وهكذا. احنا بس نركز على هذولا, واهم شيء زي ما حكيت لكم الفورمولا شو الاختلاف بيناتهم, يعني قدر الامكان. انا ما بحب الحفظ, دائما بدنا شيء اساس نرتكز عليه نكون فاهمينه, يعني قدر الامكان. عشان هيك الماده لانه فيها كثير شغلات متوسعه, حتى بالامتحان بالاسئله راح يكون التركيز الكبير على الاساسيات الاندرستاندينج. حتى لو في مرات بعض الارقام تيجي, هدف مش الرقم ولا بدي حتى تكون حافظ الرقم, بس بدي المقارنه بين البيانات, ليش هذا اكثر من هذا, ونفسر بهذا الشيء, سواء كان متعلق بالصفات الكيميائيه والفيزيائيه او متعلق بارقام معينه لها علاقه بالصفات الكيميائيه والفيزيائيه, زي مثلا البوتنشال, زي الكي اي, ليش الكي اي اكبر حامض اقوى حامض اضعف, البوند كمان نفس الشيء, ليش البوند هاي اقوى من هاي, كله في سبب وراء. بنركز على الاسباب, يعني try to understand and explain the basics. طبعا حكينا على الاشكال هذول كلهم. اوكي حكينا بالاخير عن الكاربوبورينز اللي هم زي البورين تمام, بس we replace one of the boron with carbon. فعليا احنا يعني لما ناخذ الكلوزو بس as example نبدل ال B minus C. فمثلا الكلوز الفورمولا تاعته بشكل عام BnHn-2. فهلا اذا بدلنا 2 كاربونز بدل 2B, ما راح يكونوا 2B لحالهم, راح يكونوا B-1. فضرب 2 فمعناته بدي ابدل C2 ب B2-2, وبصير الفورمولا الجديده اوكي بشكل عام طبعا Bn-2C2Hn. عدد النيتروجين ما تغير, البور نقص بالضبط نفس عدد الكربون, والشحنه نقصت من ماكس من راحت من ماينس 2 لزيرو. مثال عليه مثلا الكلوز بي 6H6-. طبعا لما يكون كاربوبورينز ولا بورينز لهم نفس الشكل تماما, بس احنا بنبدل بس بالمواقع 2 كاربونز انستد اوف 2 بور. هلا بالنسبه لهذا الشكل اللي هو بي 6 H6 الكاربونز ممكن يكونوا بجنب بعض وممكن يكونوا ببال بعض, مش غير احتمالين. يعني اذا كانوا بجنب بعض اسمه 1 2, اذا كانوا قبال بعض هون وهون يعني قبال بعض هذا يكون 1 4. المواقع ال 1 4 ممكن يكون باي اثنين قبال بعض, الشرط يعني فوق وتحت, ممكن يكون هون وهون كمان يعتبروا facing each other. اما اذا كانوا بجنب بعض فبيكون 1. That's what we discussed last time. They have the same structure, the same kind of bond carbonates relative to the original borane. Okay? The other boron compounds with oxygen. معظم مركبات البورن الموجودة بالطبيعة واللي لها تطبيقات كثيرة هي فعليا مع الأكسجين. مثلا البوريك أسيد هو يعتبر كثير يعني يستخدم كستارتنج ماتيريال وموجود بالصناعات as additives. كثير شغلات لانه kind of weak acid. البوريك اسيد والبوريك استرز
الأسيد اللي هو BOH by 3. فإحنا بنعرف بشكل عام إنه الميتال هيدروكسيدز are basic. بعضهم بيكون أمفوتيريك يعني بيكون بين الأسيدك والبيزك زي الألمنيوم هيدروكسيد. البورون لا أسيدك، هذا بيدل على إنه البورون كل صفاته تصرف كأنه نان ميتال، هو فعلا نان ميتال. هذا تأكيد على إنه البورون is نان ميتال لأنه الهيدروكسيد تاعته زي الهيدروكسيد تاعين جروب 5 و 6 و 7. يعني الهيدروكسيد مثلا للنيتروجين أسيدك اللي هو الـ HNO3، الهيدروكسيد للسلفر أسيدك اللي هو H2SO4 أو H2SO3. فكل ما هذول الهيدروكسيد للنون ميتالز are أسيدك، والبورون is one of them. As acid it will ionize، أي حامض بتأين. نقدر نحدد التأين تاعه من خلال الـ BKa أو الـ K. بالنسبة للبوريك أسيد بتأين بطريقتين، واحدة تأين عادي ذاتي اللي بنعرفها إنه it will give a proton to water like this، okay، وبيكون بصير minus طبعاً. الـ BKa تاعه 9.2. وفي تأين ثاني بيعمل نوع من البوليمرايزيشن، يعني ثلاث جزيئات من البورون البوريك أسيد بيرتبطوا مع بعض وبعطينا H plus. هذا بيكون BKa تاعته أقل، يعني بيكون أقوى كحامض لما يعمل الطريقة الثانية. لأنه بتعرفوا كل ما زادت الـ BKa بيكون الحامض أضعف. والـ BKa هنا بتدلك على إنه هذا تقريباً حامض متوسط، يعني مش strong weak acid. والـ BKa تاعته جاي بالوسط. هلا in basic or neutral solution معظم الوقت بيكون عندنا هذا الموضوع. هذا شكله بالضبط like this. عندي حلقة سداسية فيها بورن أكسجين بورن أكسجين alternative، يعني مرة بورن مرة أكسجين الحلقة السداسية، وكل بورن عليها two of them they have one OH and one of them it has two OH اللي اجت عليها الـ OH بعد ما صار protonation للماء. This is the structure of B3O3OH by 4 اللي هو conjugate base of boric acid. هذا يعتبر conjugate base of boric acid حسب التأين الثاني مش الأول. طبعا بالأول الكونجيجيت بيس تاع البوريك أسيد راح يكون الـ BOH by 4 minus. البوريت إسترز هم يعني we replace الـ OH by OR زي ما كنا بتعمل بالأورجانيك كيمستري. لما يكون عندي أسيد كاربوكسيك أسيد ونبدل الـ OH تاعت الكاربوكسيك أسيد بـ OR نسميه إستر. فنفس المبدأ هون we replace the OH by OR they call it إستر بوريت إستر. طبعا نفس التفاعل اللي بنعمله بالاورجانيك كمان حضر الاستر في طريقه اسمها فيشر استرفيكيشن، حضر الاستر من الكربوكسيك اسيد مع الكحول بوجود اسيد. نفس التفاعل هون بوريك اسيد مع كحول بوجود اسيد از كاتاليست بعطينا البورا الاستر بلس ووتر، يعني تفاعل عادل بليس. وعلى فكره التفاعل هذا ريفرسبل، يعني لو اخذنا الاستر وضفنا عليه مي بيرجع بعطينا بوريك اسيد. مثال على هذا التفاعل مثلا لو اخذنا ميثانول مع بوريك اسيد وجود H2SO4 اللي هو الاسيد كاتاليست راح يعطينا مثل بوريتس استر بلس ووتر، يعني تفاعل عادي وتبديل وزيه زي اي اورجانيك رياكشن بتعلق بالاسترفيكيشن. طبعا البوريت استرز هم لويس أسيد لأنه عندهم لسه فلك فارغ. لاحظ الأسيديتي تاعت البورون مش جاية من وجود H plus فيه، الأسيديتي تاعت البورون جاية من وجود فلك فارغ because it has empty orbital. فمثلا هنا ما نتوقع أنه البورون لأسيد لأنه عنده OH، لا لأنه عنده empty orbital. عشان هيك إذا بتلاحظ شو اللي بيعمل بأخذ OH minus من المي مش بعطيها H plus. نفس الاشي هلا البوريك إستر مرتبط مع 3OCH3 فلسه عنده 1 orbital empty فبتصرف كحامض. هلا نفرض بالدواء بدكم تكتب معادله للبوريك البوريك استرز المثل اوكي مع المي، شو تتوقع راح يكون البرودكت؟ What is the conjugate base of this compound؟ يعني لما يتفاعل مع المي شو راح يكون؟ قارنه باللي فوق تعرف الجواب. فعندنا هذا مع المي as acid طبعا اوكي شو راح يتكون؟ راح يتكون عندي BOCH3 باي 3 يكون كمان على البورون في OH كله بيكون ماينس، يعني زي هذا بالضبط
بس واحدة منهم او اتش ماينس وثلاثة بيكونوا او سي اتش 3 باي. هذا هو راح يكون الكونجيجيت بيس للبوريت استرز. بشكل عام البوريت استر دي الكونجيجيت بيس is POR3 OH minus. طبعا اذا بنقارنهم بالحامضيه تاعت الهالايد اوكي البوريك اسيد تقريبا الحامضيه تاعته اكثر شويه من الهالايد او زيهم لكن البوريك استر اقل والسبب لانه الاو سي اتش 3 از بيتر دونيتنج جروب. تعرفوا لما يكون عندي مجموعه بتعطي الكترونات بتقلل الحامضيه وبتزيد القاعديه. الاو سي اتش 3 لانها دونيتنج جروب اكثر من الهالايدز فراح تقلل الحامضيه تاعت البورك. هلا اذا يعني بدنا نعمل ترتيب جديد للحامضيه البوريك اسيد والهالايدز ترتيبهم بيكون اكثر الحامضيه بعدين بيجي البوريك البوريت استر الحامضيه تاعته اقل. البورون اوكسايد يعني دخلنا البوريك اسيد وسخناه بعطينا البوريك اوكسايد هذا بالله طبعا ناتشرالي البورون اوكسايد موجود از اور اللي هو الخام تاعه بس ما بيكون لحاله بيتو اف اي بيكون مع مواد ثانيه موجود بس بشكل عام this is the boron oxide اللي هو بيتو اف وهذا طبعا متوقع من الفورمولا لانه عندي البورون الاكسيديشن ستيت تاعها 3 الاكسجين ماينس 2 فاذا بدهم يعملوا كومباينيشن مع بعض راح يكون بيتو اف اي بس تذكروا again this is not a unique compound هذا مركب كوفالنت والروابط عنده كوفالنت بوند like this يكون عندي عامل زي الشبكة. This is continuous. Okay. هذا بيكون زي البوليمر تقريبا عامل زي الشبكة. الشبكة هاي بتكون كمان connections up and below. مش إنه one layer بس ممكن تكون different layers. طبعا B2O3 is polymeric network structure. يعني عامل زي شبكة. With BO3 framework. ال B عندها connected to the 3 oxygen. Like this. تركزوا على البورون بس هتلاقي كل واحدة من البورون عندها connected with the 3 oxygen. Okay. The anions of oxides are more. يعني الأوكسيد we have this one. بس anions we have much more. I give you some example of them. Okay. The anions usually we form them from reaction of the oxide with the base. ليش؟ لأن الأوكسيد أصلاً acidic. Again. يعني إذا تنسأل مثلاً عن B2O5 what is it? Is it acidic, basic, amphoteric? It is acid. بينما الميتال أوكسايد زي group 1 وgroup 2 أوكسايد كلياتهم are basic except البريليوم. يعني البريليوم كان amphoteric. البورون is acidic. كل مركبات البورون سواء مع أكسجين مع halides مع hydroxide are all acid. وفعلياً acid بتفاعل مع base وبعطينا الصوديوم بوريتس اللي هو this one. صوديوم بوريتس has this structure. لاحظ عندي 3 بورون و 6 أكسجين. هلا 3 بورون و 3 أكسجين بيعملوا الحلقة زي اللي شفناه قبل شوي لأنه هذا stable structure يعتبر. وعندي على كل بورون في أكسجين. فعليا هو إذا بتطلع عليه صح هو مش بوليمر مونيمر عادي يعني في ثلاث 3 بورون أو ترايمر. لكن coordination number للبورن زي حالة البي 2 نفس الشيء تقريبا وانا كل واحدة بورن عندها ثلاثة هو نفس الشيء كل بورن connected with the oxygen. البيرلي بوريتس هذا مهم بالصناعة. بيرلي يعني بيحتوي على بروكسايد هاي معنى بيرلي وعادة البروكسايد اللي هو زي الهيدروجين بروكسايد اللي هو يعني O2-2 وعادة بالفرن نكتبه بالطريقة هاي مشان نبين انه عندي oxygen as بروكسايد. لما نحسب الاكسيديشن نمبر حتى لاي مجموعه او ذره مربوطه بالبروكسايد نتذكر ان الاو 2 كلياتها ماينس 2 يعني الاكسجين الوحده بالبروكسايد بتكون ماينس 1 فهلا هذا المركب اللي هو P2O2/2 وعندي 2 بروكسايد OH/4 يعني تخيل انه البورون كل واحده منهم عليها بروكسايد جروب اللي هي مربوطه ب 2 O2 minus 2 وعليها كمان كل واحدة 2OH وطبعا هذا hydrated يعني ماي لأنه ملح لهذا البروكسايد
يتفاعل as oxidizing agent البروتوسايد بشكل عام، يستخدمه as bleaching agent وبنفس الوقت يعني مبيض، وإله استخدامات كمان as oxidizing agent. بالصناعة أكثر شيء بيستخدموه بالمسحيق الغسيل كان تنظيف، كان في شيء لوني وسخ يعني يروح اللون تاعه، برضه يستخدم بالتوث بيست معجون الأسنان يعني بيض الأسنان موجود البوريت. هلا هم معظم الوقت لما كتبوه ما كتبوا بالصورة هاي، بكتبوه على شكل فورمولا. لما تكتبوه على شكل فورمولا بيكون زي هيك، عبارة عن Na(BO3)4H2. فعليا هاي اللي تحت ضربتها باثنين اوكي بيطلع عندنا نفس الفورمولا اللي فوق. This is the أن نقول summarized formula of this perforate. بشكل عام هلا المطلوب إني أعرف التالي، إنه في عنا مركبات بورون مع البروكسايد اللي هي O2-2، وهي بتدخل بالصناعة as bleaching agent كمبيض، ومنها اللي هما washing machine detergents أو toothpaste. وأهم شيء نتذكر إنها هي عبارة عن bleaching and oxidizing agent both. All peroxides، كل البروكسايد بشكل عام بغض النظر مع بورن ولا غير بورن، all of them are bleaching and oxidizing agent. لأنه الـ O2-2 تحب تتحول لـ O-2، يعني تحب تتحول لـ oxygen-2، فبالحالة بيصيلها reduction، هي تعتبر oxidizing agent. واللي بيصيله reduction بأخذ الإلكترونات، فإذا في عندي مادة إلها لون بسبب الإلكترونات اللي فيها، البروكسايد أو الأكسيدايزنج إيجنت بأخذ هذول الإلكترونات وبالتالي تبطل بروح اللون تاعها. هاي مبدأ البليتشنج. بليتشنج مبدأه أكسيديشن ريدكشن. There are electrons make the color. We remove this electron by oxidation, the color is disappear. عشان هيك بصير colorless. البورون نيتروجين كومباوند. طبعا البورون بيعمل مع النيتروجين مركبات كثيرة، وشفنا بعضهم لما شفنا تفاعلات البورون هايدرايد اللي هو سميناه البي ان ادك اللي بتفاعل الامينز بشكل عام as bases مع البورون هالايدز as acids وبتكون الادك، يعني بيعمل رابطة كوردينيت بين البورون والنيتروجين، دول اسمهم بورون نيتروجين ادك، بيكونوا على شكل تقريبا املاح يعني. Also we saw other compound of boron اللي جمن البروتوليسيز اللي هو replacement of Nr2 by X group اللي هو الهالايدز، بتكون عندي زي الامد تقريبا يعني boron amines. These are boron compounds. The more important اللي هم the binary compounds of boron and nitrogen، يعني يكون عندي فقط boron and nitrogen. هذا المركب، هذا مركب واحد طبعا له صفات كثير. It has this shape, layers، يكون زي حلقات. Okay، حلقات سداسية. One boron, one nitrogen. One boron, one nitrogen. يعني alternative، بالتبادل. Okay، والحلقات هاي متصلة مع بعض، يعني layers. إذا بتعرفوا أنتوا الشيب تاع الكربون بالجرافايت تقريبا نفس الشيب. رح نيجي له بعدين. كربون. كربون له نفس الشكل تماما. البيور كاربون الجرافايت اللي هو تقريبا زي الفحم بس بيكون بيور، فبيكون لايرز سداسيه هكساجونال بلانر اوكي، مربوطين مع بعض بروابط ضعيفه اللايرز، يعني عندي زي شيتس طبقات، الطبقه هاي فيها نيتروجين وبورون ميكينج هكساجونال بلانر سايكلز، عاملين حلقات سداسيه مستويه بشكل مستوي، ومربوطين هذول اللايرز مع بعض بروابط ضعيفه. عشان هيك لانهم بيناتهم هذول اللايرز ضعيف استخدم البي ان اس فور لوبريكيشن، كان اذا في شيء بدنا نخليه ايزي موفينج وي كان يوز زي الشحم تقريبا والكريمات اوكي. ذس هاز ماني ابلكيشنز ان لوبريكيشن. طبعا ما يدو لون لانه ما في اي ترانزيشن، الترانزيشن هون طاقته عالي شويه، ولا ما بوصل هذا التيار الكهربائي عكس الكربون. هلا الكربون وصل التيار الكهربائي بينما هذا ما بوصل الكهربائي، رح نشوف بعدين ليش الكربون بوصل التيار الكهربائي وهذا لا.
زي ما انتم شايفين هلا هذا عبارة عن layers hexagonal alternative nitrogen boron اوكي والروابط بين layers تكون ضعيفة. الروابط بين البورن والنيتروجين نفس layer قوية، بينما بين layers نفسها اللي هي مثلا هنا على نقاط هاي بتكون ضعيفة لأنها بتكون vander val forces أو dipole dipole interaction يعني ما بتكون قوية. Other compounds of nitrogen boron اللي هو borazine which is very similar to benzene ring. تعرف البنزين حلقة البنزين السداسية هذا زيها تماما بس بدلنا الكربون بورون ونيتروجين. هلا البورون والنيتروجين مع بعض الاثنين اذا ما نحطهم هم بيعدوا 2 كاربونز يعني ايزو الكترونيك ل 2 كاربون. عشان هيك اذا بدلنا 6 كاربون بحلقة البنزين 3 بورون 2 نيتروجين بيطلعوا زي بعض. هلا البنزين شو الفورمولا تاعتها؟ C6H6. هلا بدلنا الكربون بنيتروجين بورون والهيدروجين بعد زي ما هو. This is B3N3H6 اللي هو اسمه بورازين. وفعليا هو زي البنزين وفي عندي على فكرة على روابط مزدوجة جوا ويكونوا ديلوكالايز تحركوا زي الأروماتيك تماما. And this is aromatic compound. Planar. البورن والنيتروجين تهجينهم كلياتهم SP2 والزوايا عندهم 120. يعني كل شيء بنعرفه عن حلقة البنزين موجود هون، لكن الفرق هون انه هذا رياكتيف مقارنة مع البنزين. ليش؟ لأنه الرابطة هون بولر بينما بالبنزين الرابطة نن بولر، التفاعل تاعه بطيء وصعب جدا وبده فيري فيري سترونج الكتروفايل حتى يتفاعل مع البنزين. وأنا لا بتفاعل بسهولة مع الكتروفايل ونيكلوف. بس الصفات العامة لايك بنزين أرومات. كيف بنحضره هذا المركب؟ بنحضره من تفاعل الدايبورينز اللي هو B2H6 مع الـNH6. مباشرة بعطيني البوريز. هلا في مركبات ثانية غير ال يعني derivative of borates ممكن مثلا استبدل الهيدروجين بشيء ثاني. اوكي زي مثلا هذا استبدل ثلاثة من الهيدروجين بكلوريد. إذا حضرت المركب تاعي من BCl3 مع NH4Cl بعطيني B3H3N3Cl3 اللي هو trichloroborates. هلا وين تتوقعوا Cl راح يكون؟ وين السيارة راح يكون؟ طبعاً عندي هلا ثلاثة هيدروجين وثلاثة Cl وعندي بالحلقة نفسها 3 بورون و 2 نيتروجين ألترنيتيف. هلا الهيدروجين أوكي خلينا نعتبرها إلى حد معين بوزيتيف بدها تروح على الذرة النيجاتيف بدها تضلها على النيتروجين والCl نيجاتيف بدها تروح على البورون بوزيتيف فراح تكون الCl على البورون والهيدروجين على النيتروجين. يعني العملية بتتعلق في الفرق بالإلكترونيات. المور إلكترونيجاتيف بترتبط مع الليس إلكترونيجاتيف. أوكي. عشان هيك السيال راح ترتبط مع البورون والهيدروجين ترتبط مع النيتروجين بالترايكلورو. هلا زي تفاعلات البنزين أو بشكل عام لما يكون عندي دبل بوند ممكن أعمل أديشن إضافة يعني وحوله من unsaturated لساتوريتد يعني أشيل الدبل بوند. We can do this by adding hydrogen to borazine. يعني ضفنا هيدروجين على بورازين بعطينا B3N3H4. يعني زي إضافة على دبل بوند. نحن بنعرف إنه البنزين صعب نضيف عليه هيدروجين ويتحول لسايكلوكسين مثلاً لأنه ستيبل. بينما البورازين بتفاعل مع الهيدروجين حتى بدون كاتاليست وبعطينا B3N3H4 يعني يصير على كل واحدة من هذولا سواء كانت بورون ولا نيتروجين 2 هيدروجين. وهذا شكله بيكون تشير. إذا أخذت تشير فورم بالسايكلوهكسين راح يكون نفس الشكل زي السايكلوهكسين بيكون تشير ويكون في عندي أكسيال وإكواتوريال هيدروجينز. نفس الإشي ممكن أضيف عليه مش شرط H2 يعني ممكن أضيف إشي بولر زي الHCl راح يعطيني إضافة نفس الطريقة. بهلا بصير عندي البورون بصير عليهم هيدروجين وكلوريد بينما النيتروجين راح يكون عندهم 2 هيدروجين بالنسبة للمركب اللي تحت. الألمنيوم كومباوندز الهيدرايدز طبعا مر معانا زمان شوية خدنا عنهم فكرة بس خلينا نقارن بينهم وبين الأذر هيدرايد. طبعا الألمنيوم هيدرايد مور أيونيك than boron hydride. هو فعليا صلد يعني
ما دام الصيد بنتوقع انه يكون قريب من جروب 1 وجروب 2 هيدرايدز، لان جروب 1 وجروب 2 هيدرايدز ار ايونيك اند سوليد، بينما البورن هيدرايد ار جازز، لما يكونوا صغار بيكونوا غازات لانه نان ميتال. هلا هون الالومنيوم هيدرايد هو بالنسبه للصفات اللي بتتعلق بالحاله لانه حالته صلبه قريب للجروب 1 وجروب 2 اللي بنسميناهم سالاين هيدرايد، بس فعليا بيكون ليس ايونيك than group 1 وجروب. فهو جاي تقريبا بين الايونيك والميتاليك الالومنيوم هيدرايد، والروابط بين الالومنيوم والهيدروجين is continuous، يعني الشبكه بتكون متكامله continuous. اوكي بس فيها بلس وفيها ماينس بس مش فول تشارج. partially ايونيك partially ميتاليك اوكي او كوفالنت الالومنيوم هيدرايد. يعني اذا نقارنه بجروب 1 وجروب 2 راح يكون لس ايونيك دان جروب 1 وجروب 2، وبالتالي لس بيزك كمان. دائما اللي لس ايونيك لس بيزك، احنا بنعرف الهيدرايد ار بيزك والقاعديه تاعتهم بتزيد مع الصفات الايونيه، يعني لما ننزل لتحت او نروح على اليسار بتزيد القاعديه. هلا بنعرف الالومنيوم هيدرايد اللي استخدموا از ريديوسينج ايجنت سبيشلي ان اورجانيك كيمستري زي البورون هيدرايد، عندنا يعني مثالين اللي هم الصوديوم الومنيوم هيدرايد والليثيوم الومنيوم هيدرايد، هذول سورس اوف اتش ماينس، يعني فعليا بنستخدمهم از ا جود سورس اوف اتش ماينس. صعب نستخدم الكالسيوم هيدرايد والصوديوم هيدرايد لانهم فيري رياكتيف ونوت ستيبل وبتفاعلوا مع الميه فبيخربوا، فبنقدر نستخدم هذول شويه مور ستيبل لكن بنفس الوقت بيقدروا يعطونا اتش ماينس لبعض التفاعلات زي الريدكشن اوف الدهايد والكيتونز والاستر اللي شفناهم ب بالبداية الشابتر بالبورن، وراح تشوفون بالأورجانيك إذا ما أخذتهم مش أوريدي. هذول very common reducing agent for reduction of aldehyde and ketones and esters form alcohol. يعني النتيجة the reduction سواء كان aldehyde ولا ketones ولا ester راح يعطوني كحول. One of the most important method to convert carbonyl compounds to alcohols. طبعا بشكل عام الألمنيوم هيدرايد اقوى من البورن هيدرايد، وهذا لازم نكون عارفينه. ليش؟ لانه الالومنيوم مور ايونيك، فما دام الالومنيوم مور ايونيك اكيد راح يكون اقوى از ريديوسينج ايجنت من البورن هيدرايد، لانه راح يكون عليه شحنه اكثر. كل ما كان مور ايونيك معناته تشارج اكثر، وبالتالي بيكون بيتر ريديوسينج ايجنت از اتش ماينس. الهالايدز اوف الالومنيوم سيميلر تو ذا هالايد اوف بورن، بس ذي اكزيست از دايمرز لايك ذس. هاي الالومنيوم كلورايد Al2Cl6، وبتعرفوا هو الفورمولا تاعته عادة AlCl3، يعني لما نكتبه بأي مكان خاصة بالرياكشنز أو استخدامات تاعته بنكتب تراي كلورايد AlCl3، بس هو فعليا موجود على شكل دايما. كلياتهم لويس أسيدز all of them، زي مين؟ زي البورون هالايز، بس إيش؟ هناك بيكونوا مور أسيد. يعني بدنا نقارن بين الالومنيوم كلورايد والبورن كلورايد. اوكي البورن كلورايد مور اسيدك، لكن all of them are acid. لهم استخدامات كثير الالومنيوم هالايدز في الكيميكال رياكشن، زي مثلا تفاعل الاروماتيك سبستيوشن، نيكروفيليك اروماتيك سبستيوشن، سواء كان الاسيليشن او الالكيليشن يستخدموا الالومنيوم كلورايد والالومنيوم برومايد as a catalyst in this reaction. يعني عندنا كمان الألمنيوم الكل زي تراي ميثل، وهذا عادة بيكون على شكل دايمر. أوكي بيكون عندي نوعين من الروابط، لاحظوا في عندي الروابط اللي برا نورمال واللي عاملات بريدجينج التو مثل اللي عاملات بريدجينج ديفيشنت، لأنه عندي المثل هون الكربونية عندها إلكترون واحد بس وعامل رابط مع اثنين مع تو ألمنيوم، هاي الرابطة هون راح تكون 3 سنتر تو إلكت اللي بريدج مثل، واللي برا بيكونوا عادي نورمال. في عندنا كمان نفس الشيء في mixed hydride and alkyl. اوكي these are only example، يعني بعطيكم بس امثله اللي هو الالومنيوم 2C2H5 اللي هو ايثيلين زي اللي فوق، بس ايش بيكون عندي بدال المثل ايثيل وبدال two of them two hydrogens، والهيدروجين هون بيكونوا عاملات bridging، يعني بالضبط شكله راح يكون زي اللي فوق بس اللي عاملات bridging between the two aluminium are hydrogen. نفس الشيء مطلوب مننا نعرف كيف نرسمه
ونعرف الشكل تاعه. How many bonds normal and how many bonds deficient. شو نوعهم. Okay. فحاولوا ترسم الستركتشر تاع المركبات which is very similar to the above one. الألمنيوم أكسجين كومباوند طبعا أهم إشي فيهم المادة الأساسية أصلا اللي موجودة بالطبيعة اللي بسموها الألمينا واللي هي الأساس الخام تاع الألمنيوم. طبعا الألمنيوم موجود على شكل ألمينا ناتشرالي موجود على مع شغلات ثانية زي الزيوليت اللي مع السيليكون أو السيليكون أوكسايد. But this is the most important compound of aluminium oxide واللي هو اسمه الألمينا. الألمينا موجود على شكل شبكي from all sides وطبعا له اكثر من شكل. اكثر واحدة مشهوره من الاشكال السوليد ستيت اللي اسمه جاما Al2O3. الجاما Al2O3 اللي بيكون الالومنيوم اللي هو الاصفر كونكتد وذ 6 اكسجين. يعني الكوردينيشن نمبر للالومنيوم از 6 والكوردينيشن نمبر للاكسجين بيكون 3 وذس كونتينيوس نتورك. يعني راح يكون الشبكه ب 3 دايمنشن مربوط بكل الاتجاهات. This is only part of it. والألمنيوم أوكسيد is very stable. يعني لما خدنا زمان الريدكشن للألمنيوم قلنا الألمنيوم very reactive لكن stable لما بالجو. السبب لأنه بكون الألمنيوم أوكسيد layer على السطح وبتمنع الأكسجين إنه يتفاعل مع الألمنيوم اللي جوا. الألمنيوم أوكسيد is very stable. It resist oxidation, resist moisture, etc. عشان هيك بيكون هو طبقة عازلة فوق على سطح الألمنيوم تحميه من الجو سواء كان الأكسجين أو الووتر. طبعا هو أنفوتيريك الألمنيوم أوكسايد يعني في صفات حامضية وصفات قاعدية لذلك ممكن على السطح تاعه يمتص أو يرتبط مع حامض أو قاعد. عشان هيك له استخدامات كثير بالكاتاليسيس كثير. يعني من أكثر المواد تستخدم بالكاتاليسيس هيتروجينيوس كاتاليسيس. المقصود فيها انه يعني بيكون عندي التفاعل بصير على سطح الكاتاليست. الالومنيوم اوكسايد او الالومينا از يوز وعارض كثير من المواد حتى بيعملوها ربط مع سطح الالومينا وبيفعلوا. It has many application in heterogeneous catalysis والنانو كاتاليسيس. هلا صاروا يصنعوا منه نانو ماتيريال ويستخدموه بالنانو تكنولوجي از كاتاليست. فإله أهمية وتطبيقات كبيرة. ممكن يكون في عندنا ألمنيوم أوكسيد أنيونز أوكي بسموه ألمينيت اللي نفسه هذا بس إيش يعني بيكون ماينس. وعادة هذا بينتج نتيجة إلى تفاعل الألمنيوم أوكسيد مع أوكسيد أيونز. يعني فعندنا مع أوكسيد أيونز مثلا صوديوم أوكسيد أو كالسيوم أوكسيد بعطينا الأنيون. وأكثر شيء موجود هذا مع السيليكا أوكي وراح اشوفها بعد شويه بالسلايد بعدها. الالومنيوم هيدروكسايد هو انفوتيريك وهذا على فكره اذا تحطه بالمي بيعمل زي الجل بالمي ما بيذوب ذوبان كامل بس ما بترسب نفس الوقت زي عوالق. ممكن نفعله مع بيس بعطينا ALOH by 4. ممكن نفعله مع اسيد اوكي وبعطينا ALOH 2 O-2 يعني بيكون بالماينس. فهو انفوتيريك كان رياكت وذ اسيد اند بيس. هلا اذا بنطلع على كل جروب هيدروكسايد اوكي بسكر هذا خلينا نحكي هاي اخر شغله. اذا بنطلع على كل جروب هيدروكسايد راح نشوف انه البورون كان اسيديك الالومنيوم والجاليوم انفوتيريك والانديوم والثاليوم صاروا بيزك. لما ننزل تحت بصيروا راح تنتهي المحاضره لانه ضل اقل من دقيقه فراح اوقف وانا والمره الجايه ان شاء الله.